يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في العالم. اهلا بيكم وبدايه يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. بالنسبه لنا هي حلقه نهايه الاسبوع. حضراتكم اكيد عارفين ان احنا بنكون معاكم يوميا من الساعه 10 للساعه 12 من الاحد الى الاربعاء، وان شاء الله يعني يتجدد اللقاء مع كل حضراتكم يوم الاحد الجاي ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر. كالعادة هكون معاكم لمدة حوالي 120 دقيقة كروية أهلاوية نقدم من خلالها كل ما هو جديد لجماهيرنا العزيزة المحترمة. النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هتكون عن الفتنس وعن أهمية ممارسة التمارين الرياضية لكل أفراد الأسرة في جيم في البيت في أي مكان، بس المبدأ نفسه لازم يكون متحقق إن احنا نمارس الرياضة على قد ما نقدر بشكل يومي ولو ما تيسر منها. أنا مش بقصدش بالرياضة طبعاً هي شيل حديد وأوزان، مجرد ممارسة بعض التمرينات الرياضية اللي من شأنها إنها تنعكس بالإيجاب على حالتنا البدنية وكمان على حالتنا النفسية. ده الجزء الأول. الجزء الثاني هيكون مع كابتن أسامة عرابي، واحد من أهم وأتقل الأسماء في نجوم النادي الأهلي في فترات سابقة، وهيكون إن شاء الله لينا معاه حديث مطول عن مباراة القمة يوم الجمعة الجاية. وخلاص يا حضرات كلها 48 ساعة بالتمام والكمال، وبطبيعة الحال لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 5 نوفمبر في الجولة الثالثة من الدوري العام. عايزين قبل ما نتكلم عن يعني تفاصيل هذا اللقاء عايزين نتكلم حبتين عن أهمية الديربي بشكل عام، مش بس في مصر ولكن في العالم كله. ليه العالم كله بيستنى ماتشات الديربي بفارغ الصبر، وإيه أهميتها الكبيرة داخل المنظومة الرياضية في كل دولة؟ أولا طبعا لازم نتكلم عن الديربي بتاعنا بقى، ديربي القاهرة الكبرى الأهلي والزمالك أو الكلاسيكو زي ما كتير من الناس بيحبوا يعرفوه. هو لقاء تم تصنيفه من جانب كبار النقاد في مصر على انه واحد من اهم الديربيات في العالم، وده ليه؟ ده نتيجه نسبه المتابعه والمشاهده الكبيره جدا لهذه المباراه بصفه خاصه سواء داخل مصر او خارجها، سواء عربيا او حتى قاريا. دي اللي فرضت هذا الامر، يعني هتلاقوا يوم ماتش الاهلي والزمالك على مدار التاريخ متابعه كبيره جدا في دول الخليج، متابعه كبيره جدا في دول شمال افريقيا، كل ده من زمان ما هياش حاجه جديده طبعا، نظرا لان ده لقاء يهم كتير جدا من محبي وعشاق كرة القدم بشكل عام. هنلاقي جمهور عريض جدا للفرقتين في كل دولة. تعالوا نتكلم في البداية عن النادي الأهلي بالتحديد. أنا يعني أعتقد كده أنه كان من حوالي 7 أو 8 سنين أنا فاكر كنت بتفرج على تقرير كان معروض، تقرير مجمع عن جماهيرية النادي الأهلي في أكتر من دولة عربية، وإزاي حتى اسم النادي الأهلي موجود في أكتر من دولة زي أهلي جدة، أهلي طرابلس، الأهلي القطري، أهلي البرج الجزائري، أهلي دبي وطبعا غيرهم. عشان كده بنقول إن شعبية نادينا داخل قارة أفريقيا هي شعبية كبيرة جدا جدا جدا. لما بيسافر الأهلي في أي دولة أفريقية بنشوف كده جماهير الفرق المنافسة بره الملعب ساعات وهي بتعمل لقاءات تلفزيونية فاكرين أسماء لعيبة النادي الأهلي من الثمانينيات والتسعينيات، فيعني حاجة عظيمة جدا. وطبعا عشان نكون منصفين نفس الأمر بحذافيره ينطبق على شعبية نادي الزمالك طبعا موجودة في المنطقة العربية وفي إفريقيا بشكل كبير جدا. نادي كبير، نادي عريق، نادي محترم، وإن شاء الله هنسعد يوم الجمعة بمتابعة مباراة قوية كالعادة. عشان كده نرجع ونكمل كلامنا، تم تصنيف ماتش الديربي المصري على اعتبار إنه واحد من أقوى ديربيات العالم، لدرجة إنه في وقت من الأوقات كان موجود في المرتبة الخامسة أو السادسة ورا مين؟ ورا أقوى ديربيات العالم بقى بالمعنى الحرفي، زي ديربي الغضب في ميلانو بين الميلان والإنتر ميلان، ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي، ديربي أحفاد الإغريق بين أولمبيكس وباوك. وطبعا هنلاقي كمان وسائل إعلام صنفته بأنه كلاسيكو رهيب لا يقل عن كلاسيكو فرنسا بين سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وكلاسيكو هولندا بين أياكس وإندوفن. هو على فكره اللي انا بقول لحضراتكم ده عليه مش كلامي، ده كلام العالم كله عن ديربي الشرق الاوسط، ديربي اقوى دوري في المنطقه العربيه الاهلي والزمالك اللي دايما بيحظى بمتابعه العالم كله. اما كلامي بقى للاعيبتنا حبايبنا لعيبه النادي الاهلي، كالعاده لازم تكونوا عارفين ان جماهيركم منتظره منكم الفرحه المعتاده، الفرحه المعهوده، الفرحه المتوقعه، الفرحة التي تتماشى مع إمكانياتكم ومع تاريخكم. معروف طبعا عنكم ومن زمان حضوركم القوي في كل المناسبات الكبيرة، التاريخ بيقول الكلام ده، إنجازات النادي الأهلي بتقول الكلام ده، نجوم وأساطير النادي الأهلي بيقولوا الكلام ده. عايزين كمان نأكد على أن المباراة دي في الأول وفي الآخر هي مباراة من 3 نقاط يعني، وفي أول الدوري كمان يعني طبعا أكيد أكيد إحنا مش عايزين غير الفوز، لكن
تعالوا نتخيل جدلا، لا سمح الله لا قدر الله نتيجة تانية هي اللي حصلت، هنرجع ونقول ان لسه المشوار طويل ولسه الماتشات اللي جاية كتير. ويعني اخر بقى كلمتين احب امه الاولهم في هذا الاطار، وكلامي هكون متوجه بيه لكل جماهير النادي الاهلي العظيمة المحترمة اللي هتحضر هذا اللقاء كالعادة، يعني اعملوا العادي بتاعكم، مفيش حاجة جديدة، عبروا عن الوجه الحضاري المشرف اللي بيكون دايما حاضر وسط جماهير النادي الاهلي في اي لقاء في اي استاد في اي دولة. انا عارف ومتأكد كويس جدا ان حضراتكم قد المسؤولية، وناديكم فخور بيكم جدا وفي كل الاوقات، عشان كده يعني نرجع ونقول عاش الاهلي وعاش حب النادي الاهلي في قلوب محبي وجماهير وعشاق النادي الاهلي في كل مكان. نروح بقى لاخبارنا واخر استعدادات الاهلي للمباراة. طبعا الاهلي معروف انه فاز على فريق المرج بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية اقيمت بالامس على ملعب التتش. طبعا ده حصل ضمن استعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقرر ليها يوم الجمعة الجاي ان شاء الله، زي ما كنا بنقول في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل هدفي الاهلي محمود كهربا وحسام حسن، ونقدر نقول ان بيتسو موسيماني اطمأن الى حد كبير على جاهزية جميع اللاعبين في هذا اللقاء الودي مع المرج قبل الدخول النهاردة إن شاء الله في معسكر مغرق. طبعا الأهلي كان حقق الفوز على فريق البنك الأهلي في المباراة اللي أقيمت يوم الحد اللي فات ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، وده كان تاني لقاء على التوالي للنادي الأهلي بعد اللقاء اللي كلنا استمتعنا بيه جدا جدا جدا، لقاء الأهلي والإسماعيلي واللي شفنا فيه شوية حلويات بالمعنى الحرفي للكلمة. بالنسبة بقى لآخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وأبرز العناوين والمنشطات الصحفية المختلفة، ده إن شاء الله هنبتدي بيه بمجرد العودة من هذا الفاصل. اتفضل. أهلا بحضراتكم، خلونا نروح على السريع جدا نتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بفرقه المختلفة وفروعه المختلفة مع زميلتنا العزيزة منة إبراهيم الموجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليك يا منة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من المقر الرئيسي للنادي الأهلي فرع الجزيرة وخاصة أو تحديدا ملعب مختار التتش، النهاردة اللي بيشهد آخر مباراة أو آخر تمرين قبل مباراة القمة إن شاء الله الجمعة المقبلة. التدريب النهاردة الساعة 4 العصر بقيادة طبعا مستر بيتسو موسيماني. امبارح كان في بروفة قمة امام نادي المرج، المباراة انتهت كانت مباراة ودية انتهت بهدفين مقابل هدف، احرز الهدفين كابتن محمود كهربا وحسام حسن. كابتن او مستر بيتسو موسيماني كان حابب ان هو يتاكد او يطمن على عناصر الفريق كلها اللي كلها ان شاء الله تكون جاهزه لمباراه القمه ويكون ان شاء الله فوز مستحق. مع انتهاء التدريب هنا في مختار التتش هيبتدي تدريب طبعا أصحاب العلامة الكاملة بقيادة مستر أوجستي بوش كرة السلة الرجال. طبعا تدريبهم النهاردة الساعة 6 مساء، ده استعدادا طبعا لمباراة الاتصالات الجمعة المقبلة ضمن منافسات الدوري المرتبط. المباراة هتبقى الساعة 6 يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله. اللي هينضم النهاردة للتدريب عمر طارق، طبعا كان الأسبوع اللي فات أصيب بسبرين أنكل، الطبيب الفريق كان قال إن هو يحتاج من 5 أيام لأسبوع علشان يبقى تعافى بشكل نهائي ويقدر ينضم لتدريباته الجماعية بشكل طبيعي. هو النهاردة هينضم للتدريب. أما عن الغيابات اللي هتكون موجودة في المباراة المقبلة إن شاء الله أمام الاتصالات، هو كابتن محمد أبو النصر هيغيب بسبب تمزق في العضلة الضامنة، بنتمنى له طبعا كل الشفاء العاجل إن شاء الله. من كرة السلة رجال لكرة السلة سيدات بقيادة كابتن علي هاشم، تدريبهم النهاردة 6 مساء على صالة الشهداء استعدادا أيضا لمبارياتهم مع جزيرة الورد في منافسات الدوري المرتبط. المباراة هتبقى يوم السبت القادم إن شاء الله. وحابة كمان أطمنك يا كريم على كابتن سرية محمد، طبعا كيلوباترا كرة السلة المصرية، هي أول أمس أجريت عملية الرباط الصليبي بنجاح، نتمنى لها طبعا الشفاء العاجل وأن هي ترجع الملاعب بأحسن شكل ممكن وفي أقرب فترة ممكنة. الفريق طبعا كان خسر مباراة سوبر اللي فات مع سبورتينج، لكن كابتن علي هاشم بيحاول يستعيد قوة الفريق بأكتر أو بأقصى شكل ممكن بأن هو يقدر عناصر الفريق مكتملة طبعا إلا كابتن سوريا. إن شاء الله أن هو المباريات القادمة سواء دوري مرتبط أو غيره إن شاء الله يكون هو المركز الأول. وإلى فتيات الذهب طبعا كرة الطائرة سيدات بقيادة كابتن حمدي الصوفي، تدريبهم النهاردة الساعة 6 مساء أيضا على صالة الشهداء استعدادا للموسم الجديد. أما عن شباب 17 سنة كرة الطائرة، مباراتهم النهاردة عندهم يا كريم مباراة مهمة جدا النهاردة مع فريق هلوليدو في بطولة منطقة القاهرة الساعة 7:30 مساء. المباراة دي هتتلعب إن شاء الله النهاردة على صالة الأهلي، بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أما عن كرة اليد رجال،
بقيادة كابتن طارق محروس طبعا. هم بيستكملوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا النهاردة الساعة 4 مساء، بس الدوليين طبعا مش موجودين في الفريق، لكن كابتن طارق محروس حريص جدا ان هو يخلي الفريق كامل او جاهز بشكل جيد جدا، علشان لما يرجع الدوليين من معسكر المنتخب الوطني طبعا يبقى الفريق كاملة جاهز لخوض كل مباراة اللي جاية. عايز اقول لك كمان يا كريم ان كابتن طارق مش بس بيعد فرقته بشكل قوي جدا بس بالتدريبات والتاكتكس والمهارات، لا كمان هو حريص جدا انه في ان يدخل معسكرات مغلقه اخرهم كان في اسكندريه، وان هو يلعب كمان وياكد على يعني على التاكتكس او الخطط الدفاعيه اللي هو بيمرنهم عليها طول الوقت. كان في كمان مباراه وديه مع سموحه، كانت دي اخر مباراه وديه في المعسكر المغلق باسكندريه، اتلعبت على ملعب سموحه. المباراه دي عايز اقول لك ان هي خلصت 3-0، ده طبعا يطمننا ان الفريق ان شاء الله يكون على اتم استعداد لخوض باقي المباريات بتاعت الموسم ان شاء الله الجديد. لكن عايزه اقول لك ان كابتن او اللاعب احمد عادل هو لسه بيستكمل برنامج العلاج الطبيعي في ظل اصابته بوتر اكيلس، بنتمنى له ان شاء الله في اسرع وقت ممكن يكون ينضم للفريق وللتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا. واخيرا اخر خبر من النشاط الرياضي معانا النهارده هو خاص بكره اليد سيدات بقياده كابتن يحيى يوسف. تدريب النهارده الفريق الساعه 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل، استعدادا ايضا لمباريات بطوله منطقه القاهره مع نادي المعادي يوم السبت القادم. يعني احب اقول لك ان الجمعه والسبت اللي جايين النادي الاهلي هيشهد كثير من البطولات، كثير من المباريات ان شاء الله كلها تبقى او تتوج بفوز النادي الاهلي، ونشوف ان شاء الله نهايه اسبوع جيد جدا. ده كان حصاد اليوم الرياضي النهارده او النشاط الرياضي كله من مقر النادي الاهلي بالجزيره. نتمنى الفوز كله والتوفيق لكل فرقنا الرياضيه. عوده مره اخرى تاني ليك للاستوديو يا كريم، شكرا. يسمع من بقك ربنا على الدعوتين الحلوين اللي ختمت بيهم هذا التقرير. جزيل الشكر لزميلتنا العزيزه منى ابراهيم على هذه التغطيه الشامله والوافيه. نروح بقى على مقر جريده البوابه نيوز وزميلتنا العزيزه روزان نصر اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه، واللي من وجهه نظري شايف ان اغلبها الى حد ما محصور ما بين محمد صلاح ورونالدو وميسي. ادينا هنعرف التفاصيل. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة البوابة نيوز، هنبدأ فيها بخبر من البوابة نيوز. ليفربول يسعى لحسم التأهل من بوابة أتلتيكو مدريد. يتطلع فريق ليفربول بقيادة النجم طبعا محمد صلاح لحسم التأهل لدور ال 16 من دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أتلتيكو مدريد في العاشرة مساء اليوم على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري الأبطال. كمان يسعى ليفربول لتكرار الفوز على أتلتيكو مدريد بعد ما عادوا طبعا بانتصار تاريخي بنتيجة 3-2 وسجل منها النجم المصري هدفين. كمان يبحث محمد صلاح عن زيادة رصيده من الأهداف في دوري الأبطال بعد وصوله طبعا للهدف 33. من جريدة الشروق كمان خبر عن محمد صلاح، سأترك الحكم للجماهير لمنح لقب الأفضل في العالم. تحدث طبعا محمد صلاح عن كونه أفضل لاعب في العالم، مشيرا إلى أنه كان أحد أهدافه طبعا منذ الانضمام لليفربول. وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة وانفيلد ووتش: أعتقد أنه أمر مهم بالنسبة لي أن يتحدث عني الجميع. وقال كمان أنه كان أحد أهدافه منذ انضمامه لليفربول وعن كونه الأفضل في العالم، قال: لا أستطيع أن أقول إن كنت الأفضل أم لا، ولذلك أترك هذا للآخرين. من الإمارات اليوم، رونالدو يقهر أتلانتا مرتين ويستمر في إنقاذ مدربه وكتابة التاريخ في أبطال أوروبا. ارتدى كريستيانو رونالدو ثوب البطل مجددا وسجل هدفين لينقذ مانشستر يونايتد من كمين أتلانتا ويقوده للتعادل 2-2 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة. وكانت المباراة تجربة طبعا مهمة وقوية لمانشستر يونايتد قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، كما خفف التعادل استمرار مانشستر يونايتد بقوة في دائرة المنافسة على التأهل للدور الثاني بدور المجموعات.
واخيرا من موقع اليوم السابع، هل يفكر ميسي في الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد ان فتح الباب امام عودته المحتمله الى برشلونه خلال مقابله له مع صحيفه سبورت؟ وقال ميسي على هامش الحوار: هل اود العوده الى برشلونه؟ نعم فعلا، لطالما قلت انني اتمنى ان اتمكن من مساعده النادي وان اكون في الخدمه او ان اصبح مدير فني في وقت ما، ولا اعرف سيكون هذا في نادي برشلونه ام لا. دي كانت ابرز واهم الاخبار هنا من البوابه نيوز. بشكرك جدا يا كريم، وبشكر كل المشاهدين، وعوده ليك مره ثانيه في الاستوديو. احنا اللي بنتوجه ليكي بكل الشكر زميلتنا العزيزه روزان نصر على هذه التغطيه المتميزه. طيب طالما بقى فتحنا الكلام عن مو صلاح والدوري الانجليزي، تعالوا نعرف حضراتكم برضو بشويه مستجدات كده حصلت في الدوري الانجليزي مؤخرا. نادي توتنهام اعلن تعيين انطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي سانتو. نشر الحساب الرسمي لتوتنهام مقطع فيديو قصير بيؤكد من خلاله تولي كونتي المسؤوليه الفنيه، وعلق على هذا الفيديو قائلا او هذا الكلام يعني قائلا: صباح الخير كونتي باللغه الايطاليه، او بونجورنو كونتي. اعرب طبعا توتنهام عن سعادته بتولي انطونيو كونتي المسؤوليه الفنيه للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2023 مع وجود خيار التمديد، في امكانيه التمديد على حسب ما الدنيا هتمشي ما بينهم ازاي. طبعا كونتي تولى قياده الفريق خلفا لسانتو بعد النتائج السيئه في البريمير ليج، اخرها الخساره بثلاثيه نظيفه امام مانشستر يونايتد، واحتلال الفريق المركز التاسع برصيد 15 نقطه فقط، على الرغم من البدايه المثاليه خلينا نقول وتحقيق الفوز في اول ثلاث جولات في المسابقه، ولكن بعد كده الدنيا ما ظبطتش معاهم. دي نقطه. النقطة الثانية: توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن شهر أكتوبر. قال الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد إنه رونالدو حصل على المركز الأول بتصويت الجماهير بواقع 57% ليتفوق على زميليه الحارس الإسباني ديفيد ديخيا وماركوس راشفورد. بالمناسبة جاء تتويج رونالدو بهذه الجائزة رغم تسجيله هدفين فقط في خمس مباريات على مدار شهر أكتوبر الماضي، سجل في شباك أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وتوتنهام هوتسبير في البريمير ليج، بينما فشل تماما في أنه يهز شباك إيفرتون وليستر سيتي وليفربول. ومع هذا لا برضو كريستيانو رونالدو حضرات. بمجرد العودة من هذا الفاصل تبدأ أولى فقراتنا الحوارية، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. عايز اقول لحضراتكم في فتره من فترات تاريخ مصر المعاصر خدتني الجلاله وقلت ايه اروح الجيم بقى حتى للتاريخ عشان اقول مثلا ان انا كنت في الجيم، انا امبارح كنت في الجيم كده يعني. فاول شخص قابلته وانا هناك كان كابتن محمود فوكس، هذا الرجل المحترم والكابتن الجميل، وهو مدير جيم الرجال في النادي الاهلي. اول ما شفته ما كناش لسه نعرف بعض شخصيا، كنت لابس تيشيرت كده وجيت شدد له التراي وقلت له: بص يا كابتن، اظن فورمه غير مسبوقه في تاريخ النادي الاهلي. فالراجل عشان محترم ومهذب ما رضيش يكبسني ولا يكسفني، قال لي: جميل، هنبني على ده بقى لو انت انتظمت معانا. وانتظمت وما حصلش اي حاجه الا بطلع لي كيس دهن يا كابتن محمود. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. سعداء جدا اول مره تنورنا، ينفع كده؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير لجميع اهل العظام، صباح الخير لجميع اعضاء النادي الاهلي. طبعا انا بتشرف قبل اي حاجه ان انا معاك النهارده، بجد فرصه عظيمه ليا واضافه ليا كتير. انا اللي بتشرف. وبجد انا في اليوم ده فعلا انا فاكره كويس قوي، اليوم اللي انا قابلتك فيه في الجيم فعلا. واتبسطت إن فعلا اعلاميين مصر فعلا الجانب الرياضي او جانب الجيم عموما مهم ليهم، لان ده بيأثر على الثقه بالنفس وبيأثر على الحضور قدام الكاميرا وبيأثر على اللايف ستايل عموما، بتبقى انت حتى في شغلك اكتيفيتي اكتر. صحيح. فبجد فعلا انا كنت من الناس المحظوظين ان انا قابلتك اليوم دوت. ربنا يخليك. انا عجبني جدا ثباتك الانفعالي اللي هو بصيت لي من جواك بصت ويخلق ما لا تعلمون، بس ما رضيتش تحكي. لا ولم سامعك من زمان طبعا، وكنت حاسس ان انت يجي منك، بس الحمد لله ربنا عشاء يعني ان احنا نتقابل في الوقت دوت. وكانت اضافه ليا الحمد لله. وفعلا انا من المكان دوت بدعو جميع الناس بالذات الاعلاميين، زي ما كنت بقول من شويه، ان مجال الجيم عموما بقى، انت معايا مستر كريم طبعا، ان هو بقى جزء لا يتجزا من حياتنا المعاصره دلوقتي. طبعا. زيها زي الاكل والشرب ومفاتيح العربيه والبيت، بقى الجيم، اشتراك الجيم. عشان كده بقى احنا بنتكلم النهارده على اهميه ممارسه التمرينات الرياضيه حتى البسيطه منها، سواء في جيم او في غير الجيم. طبعا. لأي درجة الموضوع ده مهم؟ طبعا. خليني أقول لك بس حاجة الأول، هو كانت فكرة الجيم زمان كانت فكرة بسيطة جدا، بتتلخص إن واحد بيروح الجيم عشان خاطر بس إن هو يبقى البايسبس البنج الكلام دوت.
دلوقتي الموضوع تطور لصوره بقى لايف ستايل. لايف ستايل ان انا بحافظ على شكلي، بحافظ على حضوري، بحافظ على شكلي وطريقه لبسي، بحافظ على شكل جسمي. احنا لسه كنا بنتكلم في الاعداد من شويه ان احنا الانسان دلوقتي بيوصل لسن 60 بره طبعا مش هنا، بيوصل لسن 60 سنه وما يبانش عليه السن. ده مش بسبب اكله بس، لان طبعا هيلسي طبعا فود ده مهم جدا، لا ده بسبب ان هم عندهم الحياه الجيم في الشارع. يعني هو ممكن ياخد البريكفاست بتاعه مثلا الساعه 7 او 8 الصبح وبينزل يجري نص ساعه في الشارع، ده بالنسبه له هو كده عمل الجيم بتاعه. فده بالنسبه لنا احنا ابتدينا نطبقه هنا بقالنا بتاع 10 15 سنه، والحمد لله بقينا حاضرين على المستوى العالمي، بقينا موجودين بقوه في الموضوع دوت. والحمد لله بيج رامي من كام اسبوع اسعدنا وخد البطوله، بقى ده مثال للشباب ان هو يبدا يخلي الشاب ينزل يمرن نفسه في الجيم حتى في البيت. يعني احنا حتى في البيت عندنا بنقول يا جماعه احنا ممكن ناخد التمارين البسيطه اللي تفيدنا في البيت قبل ما انزل الشغل، للناس اللي عندها شغل واعمال ما بتقدرش تنزل الجيم في مواعيدها. فاحنا ممكن ما عندناش القدره الماديه على الاشتراك في جيمات خاصه بتبقى تكلفتها، الموضوع ده مبقاش صعب خالص دلوقتي. احنا باقل الامكانيات ممكن في البيت نعمل تمارين وممكن نحافظ من خلالها على شكل جسمي، شكل اسلوبي في الحياه. فده بالنسبه لنا بقينا حتى نوديه في القنوات بتاعتنا في البرامج بتاعتنا في الجيم، ان يا جماعه مش الجيم بس اللي موجود عشان خاطر الناس ما بياخدوش ان هو يعني مثلا بتتحجج انا مش قادر اجي الجيم، لا انت ممكن في بيتك تصحى الصبح تعمل تمارين معينه بسيطه جدا باقل الامكانيات هتفيدك، هتفيد صحتك، هتخليك تنزل الشغل الصبح فايق رايق، هتدي انتاج احسن من الاول بكتير، ومش محتاجه اوزان او لا خالص مجرد خالص تمارين خالص اقدر اعملها في البيت اللي لا. هو غير مجهز خالص خالص يا جماعه، موضوع الاوزان مش مهم جدا. حتى يمكن اخر الابحاث قالت يا جماعه احنا مش شرط اوزان، مش شرط ان احنا نشيل اثقال، لا بالعكس احنا ممكن باقل اوزان وباكتر ريبيتيشن او باكتر اعداد ان احنا يعني. ممكن اعداد احنا ممكن نعمل فورمه وممكن نعمل جسم يبقى جسمنا مشدود نازل بستقبل يومي بكل فرحه وانبساط وسعاده، اللي انا لعبت الرياضه بتاعتي نازل مستقبل يوم وبقى في تفاؤل كمان في اليوم، فده بيأثر على الجسم. جميل. احنا طبعا شايف ان انت مشكورا جبت معاك المعلومات عشان في الوقت اللي تختاره نتعرف من خلال اللي انت هتوريه لنا على اهم التمارين اللي الواحد الشخص العادي الغير رياضي يقدر يعملها في البيت، العضلات الاهم او المناطق الاهم. وعايزك كابتن فوكس بعد اذنك حط في اعتبارك الاتي من ضمن القواسم المشتركة بين كتير جدا من الناس، رقم واحد الكرش، رقم اتنين القعدة سواء السواقة لفترات زمنية طويلة أو القعدة قدام أجهزة الكمبيوتر أو الموبايلات نتج عنها كل بقى اللغواصة اللي ممكن تتخيلها في الجزء الأعلى من الظهر والرقبة ما بين راوند شولدرز ما بين هانش باك في بعض الأحيان، الرقبة اللي بتبقى مرمية لقدام دي برضو عايزين نعرف لها تمارين يعني تساعد على استعدال البوستشر بتاع الجسم. صح عندك حق فعلا كريم، هي دي معظم البينز او معظم المشاكل اللي بيواجهها الرجاله والسيدات العاملين بمعنى اصح. وللاسف في الفتره الاخيره كنا بنشوفها كمان على معظم الشباب اللي لسه سنهم صغير وبيبقى في معظم اللعيبه عندهم راوند شولدر للاسف. فاحنا كنا بنشتغل تمارين بسيطه في الجيم وممكن نعملها في البيت وهنشوفها دلوقتي مع بعض. منطقه الكرش زي ما حضرتك بتقول، منطقه الراوند شولدر لو كتف الخلفي بسبب قعده العربيه بسبب قعده المكاتب، ففي فعلا تمارين بسيطه جدا ممكن نعملها في البيت وفي نفس الوقت هتفيدنا بطريقه او باسلوب احسن ان احنا ممكن تكون قعدتنا بشكل سليم. فجأة ظهري زي ما انا قاعد دلوقتي مثلا، هتلاقي مثلا كرشك اللي ممكن يخليك انت حتى وصل لمرحله ما تقدرش تاخد نفسك وانت قاعد، فده يخلي التنفس احسن. فهو بيبقى اسلوب حياه، القعده بتاعتك تبقى صحيحه حتى لو انت قاعد ما خدتش بالك، لا اقوم انتبه لنفسي اقعد صح. بلس على كده التمارين اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي، اللي احنا هنشوفه ده اي شخص يقدر يعمله، اي شخص من الطفوله الشباب ما بعد ال 35 سنه. مش بس اقصد المراحل السنيه المختلفه قد ما اقصد ان اللي وزنه زياده قوي عادي وزنه جدا قليل قوي، اللي عنده مشاكل في الفقرات القطنيه مفيش مشكله يعني. طول ما احنا يعني بنعملها اي حد يقدر يعمل طول ما احنا بنعملها بالسيفتي بوزيشن اللي هو الطريقه الامنه والستايل المظبوط مفيش اي خطوره عليها. ما تدينا فكره بشكل عملي. يلا بينا. الهي يسعدك. يلا بينا. اتفضل. هتبتدي بيه يا كابتن محمود؟ والله انا اول حاجه طبعا اي تمارين في الدنيا سبيشالي يعني التمارين اللي احنا نعملها دي لازم اعمل ورم اب قبليها. ورم اب اللي احنا بنعمل تسخين للجهاز الدوري التنفسي،
لان هو ده اللي بدوره بيضخ الدم. ولو ما عملش ممكن ينتج عنه اصابه. بالظبط بالظبط، برافو عليك. وده طبعا هيخليني ما اعملش اداء بالصوره المظبوطه، هتعب بسرعه بمعنى اصح. ابسط بس الساده المشاهدين، انا بعمل كده تسخين لان اخلي ضربات الهارت ريت بتاعي او معدل ضربات القلب بتاعي بيزيد، فلما يزيد بيضخ دم للعضلات بصوره احسن، فبتخلي ادائك العضلي يكون بصوره افضل. زي الفل. هنعمل تمارين مع بعض كده. احنا هنعمل كل ستايل او كل بوزيشن مع بعض يا جماعه، هيبقى لمده 20 عده او 20 ثانيه. تمام، هعمل اول جامبنج كده على مشط رجلي خفيف، وبعد في سر طبعا مكاني من 1 لـ20 عده. تمام، اخلص ال 20 عده اوكي، ابدا اعمل جري اسرع 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اعمل بعد كده جامب جاز 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده ابدا اعمل وضع البوش اب اللي هو الضغط، واخد رجلي يمين وبعد كده رجلي شمال 2 3 4 5 6. كل ده يا جماعه انا بعمل احماء لكل العضلات بتاعتي عشان ابدا اشتغل بعد كده بالويت بدون اي اصابات. اوكي، بعد كده اعمل رباعي او بيربز 10 عدات بس. الرباعي يا جماعه مسته ان جميع عضلات الجسم شغاله معايا، من اول قلب، رجلين، الابس، اللور باك، شيست، ضهر، شولدر، كل ده شغال معايا. اعمل 10 عدات، خلصت ال 10 عدات. كل ده في اطار التسخين لسه. بالظبط، انا كده جسمي ستاند باي مستعد ان انا اعمل اي تمارين عضلي عليه. حلو. نبدا اول حاجه، بمناسبه انت بتتكلم على كرش يا كريم، احنا نبدا اول حاجه نتكلم على عضلات الابس. تمام. عضلات الابس سهله جدا، الناس بس هي اللي بتصعبها عليها. ازاي؟ ان معظم الناس وهي شغاله، تعال نتكلم واحنا شغالين، معظم الناس وهي شغاله، وطبعا الاسئله دي بنسالها في الجيم كتير، معظم الناس وهي شغاله تسالني كابتن محمود اطلع بجسمي كله ولا اطلع بصدري بس. طيب بصوا يا جماعه، بدايا كده لما بطلع بصدري كله بشغل معايا كمان اللور باك، وده غلط. يعني لو في حاجه ان سيفتي او عندك مشكله في ظهرك، انت نو واي اللي انت تطلع بصدرك كله. فالامان والعضلات العامله بتبقى البطن بس، اطلع بصدري بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. معلومه ليكم يا جماعه بسيطه كده، مفيش حاجه اسمها تمرين بطن علوي وتمرين بطن سفلي. تمرين الكرانش دوت بيشغل جميع عضلات البطن، عشان بس يبقى احنا عارفين ان تبقى حزمه رياضيه منشا واندغام بتشتغل في جميع اتجاهات في التمرين دوت اللي هو تمرين الكرانش. طيب ناخد بوزيشن تاني للبطن، بطن رجليا عشان اعمل سيفتي للور باك اللي هي القطنيه، واجي على بطني وانزل والمس كعب رجلي على الارض 2 3 4 5 8 9 10 1 2 3. انا تنيت رجلي يا جماعه عشان افصل اللور باك اللي هي القطنيه عشان ما لطش عليها وتوجعني، واشغل بس تمارين البطن او عضله البطن. اوكي كده انا شغلت يا كريم معظم اجزاء البطن من فوق لتحت. اوكي تمام. ناخد تاني تمرين لراوند شولدر اللي انت حضرتك كنت بتتكلم عليه. بالظبط، وعايز اقول لك بس كويس ان انت بتوضح كمان التفصيله بتاعه الوضعيات الخاطئه اللي بينتج عنها بالظبط. ما هو ده اللي يهمني طبعا، ده اللي يهمني قبل التمرين، لان في غلطات عامه كده دارجه بين اغلبنا، وده اللي احنا بنواجهه في الجيم، ان احنا دايما عينا على الناس اللي بتتمرن، لان انت المدرب دلوقتي بقى عامل زي الدكتور. طبعا الدكتور في العياده بقى المدرب في الجيم، هما الاثنين بيكملوا بعض. صحيح. لان احنا الاثنين هدفنا حاجه واحده بس، سلامه الانسان او سلامه اللاعب تحت ايدينا. صحيح.
في لو انت عند في البيت يعني لو في استك او لو ما فيش استك برضه هقول لك تعملها ازاي حتى بازاز الميه. ايديا ثابته على الطرف ده كده برجع لورا برجع لورا برجع لورا. لو القمه كده جايباني فرد ظهري طبعا. انا بحاول اعمل تقويه للايه للجلد التويد اللي هو الكتف الخلفي. اعمل الناحيه الثانيه عشان القمه تجيبني احسن. فاتح رجلي بمستوى كتفي عشان يبقى فيه بالانس. شادد بطني شادد ظهري ظهري مفرود وامسك طرف الاستك وارجع لورا على قد ما اقدر. مش لازم يا جماعه ارجع لورا ارجع لورا خالص لا خالص. على المدى بتاعي او بتاع العضله لان كل واحد ليه مدى معين وعدد معين من المرات بالظبط. بعمل 15 عده يمين وشمال. تمام اهو انا كده باصص قدامي انا كده بعمل تقويه لعضلات راوند شولدر اللي هو الجلد التويد اللي هو كتف الخلفي. اوكي في تمرين تاني واحنا واقفين كده بمسك الاثنين مع بعض وارجع لورا. طيب مش عندي الاستك اعمل ايه؟ بجيب ازازتين ميه من الثلاجه وليكن دول ازازتين الميه. اوكي بقف نفس الوقفه واعمل ريل دلتويد بالضم. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. اهم حاجه يا جماعه ببقى واقف سوفت ني يعني سوفت ني تاني ركبتي سنه وظهري مفرود. دي اهم وضعيه سيفتي للتمرين ده. اوكي طيب انا كوتش واحد انا ولا بعرف امسك دمبل ولا بعرف اعمل استك مثلا ولا انسان بسيط عندي كرش وعندي مشاكل وجسمي فيه ترهلات وباخد نفسي بالعافيه. طب اعمل التمرين ده ازاي؟ هنستخدم التمرين ده يا كريم بدون وزن خالص. هنام على وشي حلو واطلع لورا ثانيتين وانزل وايديا معايا زي ما انت شايف معايا يا كريم. طب وده ظهر بقى في الحاله دي اللي بيشتغل ولا برضه انا كده بشغل الجلد التويد اوكي اللي هي العضله المستهدفه وبشغل معاه كمان القطنيه للناس اللي انت كنت بتقولي بيقعدوا على العربيات والمكتب وعندهم تحس ان هو ترهلات في العضله دي اللي هي عضله القطنيه. انزل ثانيتين وانزل. يبقى انا كده شغلت عضلتين في تمرين واحد عضله الجلد التويد اللي هو الكتف الخلفي وعضله القطنيه. اهم حاجه يا جماعه اثبت الثانيتين لان في الثانيتين اللي انا ثابت فيهم دول انا بضخ دم العضله لان العضله بتاعتي بتبقى في حاله فليكشن. وكلها لغايه دلوقتي تمارين ممكن رجال او سيدات يعملوا بالظبط اي حد يمارسه صغير كبير رجال سيدات وملهاش عنده مشكله ما عندوش مشكله لانها بتبقى سيفتي كلها. تمام جميل. احنا كده عملنا الجلد التويد عملنا الابس هنستخدم تمارين للقطنيه للناس برضو اللي عندها تمارين تاني للناس اللي عندها مشاكل في القطنيه اللي هي ضعف القطنيه والناس يبقى عندهم غضروف مثلا في بالظبط في الرابعه والخامسه اللي هي القطنيه العنقيه الوسطيه فده ممكن الدكتور بيقول له ما تشيلش اوزان تلعب تمارين في البيت. فاحنا برضو بدورنا لازم نعرف ايه التمارين اللي ممكن نعملها في البيت. جميل بيطلع ايديا اليمين مع رجلي الشمال واحد طبعا ايديا يا جماعه مفروده ورجلي مفروده. اوكي هنعمل 15 عده يمين ونعكس بعد ما نخلصهم ايديا الشمال مع رجلي اليمين واثبت الثانيتين بتوعي. طيب التمرين الثاني اطلع بس بايديا واخلي رجلين ثابته على الارض. واحد اثنين ثلاثة. التمرين ده يا جماعه برضو على عضله القطنيه. الناس اللي عندهم مشاكل وما يعرفوش يشتغلوا تمرين قطنيه عشان عندهم مثلا لا قدر الله غضروف. طيب واللي بيعمل التمرين ده وحاسس بألم في الفقره القطنيه، الوجع ده معناه ان العضله بتشتغل بيحس بألم في العضله مش اي مشكله. لان ده ألم طبيعي بينتج عن ان هو في انسجه عضليه بتتقطع فبينتج عنها تعب اللي انت بتحس بيه ساعه التمرين. تمام. لكن لو انا حسيت لا قدر الله يعني قصدي اقول لك مش مؤشر وحش ده بالعكس معناه ان القطنيه شغاله. البين ده ما هو في مثل كده اجنبي كنا بنسمع عنه يقول لك نو بين نو جين. طبعا. ان هو لو انت ما حسيتش الم في العضله يبقى انت كده يبقى العضله ما اشتغلتش بالظبط. ومش شرط برضه لان انت ممكن تشغل صح بس الوزن انت شغال بيه او الثقل ده الناس الادفانس بقى خايف عليك فانت كده مدي العضله مقاومه اقل منها.
أوكي. لازم تديها مقاومه الناس الادفانس طبعا الناس اللي هم عندهم مشاكل احنا زي ما احنا شغالين بدون اوزان زي الفل. طيب احنا كده اشتغلنا قطنيه ريلدوتويد ابس برضه عضله الرجلين اللي هي مهمه جدا جدا. طيب انا عايز بس اقول ملخص لتمرين الرجلين او اهميه عضله الرجلين للناس يا جماعه اللي مش بتدخل تمرين الرجلين في الجدول بتاعها. ناس كتير بقابلها بتقول لك يا كابتن انا بلعب من فوق بس ما بعرفش من تحت. غلط. ليه؟ لان قاعده عامه كده انت مش هتبني فوق الا لما تشتغل تحت. طب ليه يا كابتن؟ ايه السر؟ ده اللي تحت هو اللي بيشيل اللي فوق. هو هرمون التستوستيرون. جميع العلماء اجمعوا ان هرمون التستوستيرون بينشا من عضله تحت من الرجلين. تمرين الرجلين طبعا بيفرز هرمون التستوستيرون بغزاره. فانا لما بلعبها انا بعزز تحفيز هرمون التستوستيرون. ومن اكبر التمارين دي هرمون سوري من اكبر التمارين دي تمارين السكوات. تمرين السكوات طبعا مشهور معروف طبعا. وهناخد الانسان العادي يشتغلوا ازاي واللي عنده مشكله في ظهره هيشتغلوا ازاي. طيب انا مثلا انسان عادي ما عنديش اي مشاكل وشاب عايز مثلا اشتغل في او انا راجل او ست عايز اشتغل في البيت قبل ما انزل اروح الشغل ما عنديش ميعاد اروح الجيم. طيب هشتغل كده همسك الدمبل زي انا ماسكه كده او كده او حسب ما انا عايز امسكه بنزل. اهم حاجه بس اخلي بالي من البوزيشن اللي بتكلم فيه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم وانا فاجد رجلي ما فردش ركبتي قوي تبقى سوفت زي ما انتوا واخدين بالكم كده على شكل ركبتي. بنزل اللي بص على منظر رجلي انا بشرح بالبوزيشن ركبتي زاويه 90 الجلوتس لورا عشان ركبتي ما تسبقش رجلي بالوضع ده كده وانزل. هتحس بيها امتى؟ لو انت حسيت انت بتدفع او البوش بتاعتك من الكعب. اول ما انت لقيت نفسك بتزق من الكعب يبقى انت كده شغال صح. اذا انا ببعد اي حاجه عن مشط رجلي لان لو انا نزلت على مشط رجلي هيسمع فين؟ هيسمع في ركبتي وده غلط. مظبوط. زي ما انا شغال كده ده بيشغل الجلوتس بيشغل الكوادريسبس بيشغل الهامسترنج. طيب تمرين تاني لانجز ده مهم جدا للناس اللي برضه عايزه تقوي عضلات الرجلين في البيت. اذا ستين ميه زي ما انا شغال كده بطلع خطوه قدام نفس الفكره بتاعت الجلوتس اللي هي السكوات هي برضه هستخدمها في اللانجز ان انا ركبتي ما تسبقش القدم والدفع يبقى من عند الكوع من عند الكعب زي ما انا شغال كده بالظبط. طيب الناس بقى يا كريم اللي عندها مشاكل في ظهرها يعملوا ايه بقى في البيت يشتغلوا ازاي؟ انا عندي حيطه تمام وليكن مثلا ورايا حيطه اوكي هعمل حاجه اسمها وول سيت. وول سيت دي يعني ايه؟ بس ده على الحيطه انا كده سايد على الحيطه بالظبط حيطه في ظهري سايد على الحيطه اثبت بس اهم حاجه انزل زاويه ايه؟ 90 واثبت على الحيطه. ده التمرين اللي هعمله. تمرين اسمه ستاتيك. ستاتيك يعني ثبات. ثبات يعني ايه؟ يعني بقوي العضله عن طريق الثبات لان اي حركه وانا عندي مشاكل في ظهري بتبقى غلط وطبعا طبعا الدكاتره عارفين الكلام ده واللعيبه ساعات كتير بتضطر صاحب المشكله ان هو يبقى ظهره متني بالظبط. لسه كنا بنتكلم في المشكله دي من كام يوم قلنا يا جماعه الناس اللي عندها مشاكل في ظهرها حتى كنت منزل فيديو يعملوا تمرين وول سيت او ليج بريس وانت قاعد اوكي وانت واقف لا اوكي اللي بالشرط الطبيب ايه الحاله بتاعتك بالظبط في ظهرك انهي وصلت لانهي مستوى. طب التمرين الاخراني اللي انت قلت هنسند فيه الظهر الحالي لو انا عندي مشكله في ظهري الثبات فيه بيبقى لمده قد ايه والتكرارات بتكون كم مره؟ اقول لك انا بالنسبه لو انا انسان سليم مثلا مش انسان سليم بالنسبه لو انا حاضر بتمرن بقالي فتره ممكن اثبت لمده دقيقه وانا عندي مشكله في ظهري بس ممكن اثبت لمده دقيقه 60 ثانيه بالظبط. طبعا كريم بيضحك حسيت ان 60 ثانيه كتير عليه. لا يا استاذ كريم انا كنت بديك اكتر من كده. وانا كنت بفرج عليك ام تاني حصل على راسي والله حبيب. بس فاحنا ممكن نعمل ال 60 ثانيه دول مش هنحس بيهم ثلاث مرات بس او ثلاث مجاميع بس 60 ثانيه ثبات من غير اي ويت مش ماسكين اي ويت او الليج بريس. الليج بريس سيفتي برضه عشان انت بتبقى قاعد حامي ظهرك مريح ظهرك خالص وفي نفس الوقت لما تيجي تعمل بوش برجليك ما بتفردش ركبتك قوي بتبقى سوفت. اوكي ناخد قاعده كده يا جماعه اي تمرين سواء في جيم او في بيت الحاجات دي سيفتي بقى جيم او بيت او ايا او في الشارع اي حاجه ما تعملش لوك لمفصل اللي انت شغال عليه يعني ندي مثال عشان نفهم اكتر بالظبط. دي حاجه بقى ايه يعني الوقايه خير من العلاج طبعا فاحنا نلحقها. يعني مثلا انا بشوف ناس في الجيم بتعمل بايسبس اوكي انا بعمل بايسبس اهو طيب الناس بتعمل لوك للمفصل بتفرد قوي ده فيري دينجرس ده انت كده بتدمر الغضروف اللي في المفاصل. امال الصح ايه ما نزلتش الصح بقى يا كريم ان انا وانا بطالع اوكي انزل يبقى كوع سوفت
زي ما انا شغال كده يعني متني سنة قد الاخر بالظبط. تمام يعني المفروض ومتني اهو اوكي. يبقى انت كده بعدت اي لود عن مفصل الكوع. ونفس الكلام ده في تمرينات الرجلين بالنسبه للركب والترايسبس. انا بلعب ترايسبس اهو. الناس يا جماعه اللي بتلعب وبتفقد قوي ده غلط اهو. لو انت هتاخد بالك يا كريم انا واقف ازاي برجلي تحت برضه متنيه شويه. يبقى انا كده ما عملتش لوك لاي مفصل سواء التراي باي الركب كمان. يبقى انا كده سيفتي الغضروف. لان انا بوصل لسن ال 50 60 معظم الرجاله يقول لك ايه ده انا جالي غضروف من ايه؟ ده طبعا حاجه ليها علاقه باللي انت ما بتتمرنش وعندك ثقل في وزنك فعمل لود على المفاصل طبعًا. دي النقطه. النقطه الثانيه ان انت بتبقى كنت بتتمرن غلط وبتعمل لوك للمفصل فابتدى الغضروف اللي بين المفاصل يتاكل. طبعا فبتوصل لمرحله وانت شاب لسه وصلت لمرحله انت توصل لجالك رباط صليبي غضروف مش عارف كوعك حصل له تنس قلبه جولف قلبه الحاجات دي أوكي. فطبعا الحاجات دي كلها بنحاول نقولها كتير لان احنا بنحاول نزود من الوقايه قبل ما بنزود في الايه في العلاج لان الوقايه خارج من العلاج. لا وبعدين معظم الملاحظات اللي انت بتقولها الحقيقه كلها اخطاء دارجه عند اغلبنا. بالظبط بالظبط. ما انا من طبيعه شغلي بشوف الحاجات دي بعيني طبعا. فلازم اقول لها يا جماعه الارم اعمل الارم اقول لها يا جماعه الحاجات دي ستوب عشان خاطر الحاجات دي انا من دوري ان انا احافظ ان انت ما توصلش للمرحله دي. طبعا بس جميل. النهارده عملنا تشكيله كده كويسه يا كريم للحاجات انت كنت بتشتكي منها انت ولا غيرك. زي الفل. راوند شولدر الابدومينالز اللور باك الرجلين قلنا الاخطاء الشائعه في المفاصل. ان شاء الله باذن الله هنتخصص بقى في مواضيع شائكه برضو كانت بتقابلنا الفتره اللي فاتت في الجيم وتمارين معينه ثانيه هتبقى معاك ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله. بس دلوقتي لما نوصل للمرحله بتاعه الفتره اللي جايه كمل جميلك بقى معالينا قول. وبرضو قول لنا بحكم خبراتك ايه الاوضاع اللي بتشوفها دايما غلط ناس بيعملوها في تمرينات معينه عشان برضو فرصه نصحح المفاهيم دي. حلو. وخصوصا للناس اللي مش هيروحوا جيم وهيعملوها في البيت فبالتالي مفيش اي انستراكتور او اي حد يوجههم. جميل. في تمارين اللي هي التمارين المركبه ودي من اخطر التمارين لو انت عملتها غلط بتدمرك. يعني ايه؟ نقول الموضوع كده سيمبل. التمارين المركبه يا جماعه عشان نعرف بس ايه هي التمارين المركبه. التمارين المركبه اللي هي تستخدم فيها اكتر من مفصل في تمرينه واحده فبالتالي هتستخدم اكتر من عضله في تمرينه واحده. زي ايه؟ زي ايه؟ اول حاجه تمرين الديد ليفت او العده الميته او اللور باك القطنيه. يعني قطنيه هقول الغلط الاول الناس بتعبوا غلط ازاي واصححه. اوكي ماشي. الناس يا جماعه معظم الاحيان في الجيم بتعملها بالطريقه اللي انا بلعبها دي غلط. ازاي؟ ماسك دمبل او بار اولا فارد رجليه فاجد نازل فارد رجليه وعنده قتب ومتني ظهره ونازل لحد الارض. ده يا جماعه الوضع ده كارثي. ليه؟ اولا انت عملت المفصل بلوك لمفصل الركبه وده غلط كده دمرت الركبه بتاعتك. دي حاجه. تاني حاجه انت نازل بثقل وضهرك ماله لتحت وضهرك متني فانت كده وانت طالع في غضروف هيجيلك. يعني وانت طالع بالوزن في غضروف هيجيلك في ظهرك لا قدر الله. حلو. الصح ايه بقى؟ الصح بتاعه اللي انا زي ما احنا اتفقنا يا كريم في قاعده كده اتفقنا عليها بتبقى سوفت ني. المره الجايه على فكره خلي بالك هجيبك تشتغل معايا. ماشي الله. فيها سوفت ني. اوكي بنزل افرد ظهري ركبتي يا جماعه لو الكاميرا هتجيب ركبتي ركبتي هي متنيه سنه بسيطه جدا وظهري مفرود وشادد بطني الابدومينالز يعني وشادد القطنيه. انا حابب بس اقف في الوضع ده شويه عشان الناس تركز انا شغال ازاي. واهم حاجه يا جماعه الدمبلين ما يكونوش قدام. لا على الدمبلين على رجلي. ليه؟ لان في قاعده كده كنا بناخدها في الفيزياء زمان يا كريم بيقول لك ان طول الذراع كل ما بعدت عن الجسم كل ما زاد اللود على الظهر. فانت كده هتعمل لود اكتر على جسمك. طبعا. اوكي يبقى الظهر مفروض والركب كمان. ظهري مفروض بطني مشدوده رجليا متنيه سنه بس قدامي على الارض طالع. الناس يا جماعه اللي كانت بتعمل ده كده غلط. انا بطلع اقف بس ورجلي ستيل متنيه سنه اهو. نعم بقى العده الصح كامله اهو. واحد اثنين ثلاثه اربعه. متعه ما بعدها متعه يا كريم انت تعمل التمرين صح. ليه؟ لانك فعلا بتحس بالعضله المستهدفه شغاله معاك. بس في نفس الوقت وجع ما بعد وجع يا اكسلانس في الفقرات القطنيه. احنا قلنا الوجع ده لازم نو بين نو جين. طبعا ده تمرين من التمارين الشائكه المركبه اللي ممكن لو عملناها صح تودينا في حته كويسه جدا ولو عملناها غلط هتودينا لا قدر الله في حته احنا مش عايزينها خالص. تعالى بقى عشان نتفق بقى على اللي جاي ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر باذن الله. عشان احنا عايزين طبعا اكيد واضح جدا لكل الناس اللي تابعوا الجزء اللي فات ده من الحوار يعني الى اي درجه فعلا في شويه تيبس في منتهى الاهميه جدا للناس اللي مش محترفه.
فنعمل ايه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ ايه رايك تكون برضو موجود معانا كده بشكل بصفه دوريه طبعًا. وكل مره نقفش عضله بعينها ونشتغل عليها باذن الله، وبرضو نركز دايما في كلامنا كابتن محمود بعد اذنك على الناس اللي ما عندهاش القدره لسبب او لاخر ان هم يروحوا جيمات، فيعملوا ايه في البيوت؟ طيب خلينا نختم مع حضرتك بنصيحه عامه تقولها لكل الفئات العمريه المختلفه رجاله وستات. طبعا النصيحه المهمه دلوقتي اللي احنا في الزمن احنا فيه بسبب الكورونا والاوبئه، ربنا يعافينا يا رب ويحمي مصر من كل شر. دلوقتي احنا اهم حاجه عندنا اللي هو الريد لاين بتاعنا يا كريم الصحه، نحافظ على صحه الصحه العامه. دلوقتي الموضوع ما بقاش عضلات بس، لا اللي انت تحافظ على صحتك رقم واحد، تعلم مناعتك رقم واحد طبعاً. وبعد كده بيجي بقى جسمك وشكلك، لان هو ده ما دام انت حافظت على صحتك ومناعتك جسمك هيروح في حته ثانيه خالص. فانا بنصح كل الناس اولا المالتي فيتامين يا جماعه لازم، ده مهم جدا في الزمن احنا فيه، اللي هو ببساطه كده لازم ادخل جسمي المعادن والاملاح والفايبر والحاجات دي كويسه جدا ومهمه جدا ان انا اعلي بيها المناعه، وخصوصا سبيشالي للناس اللي بتلعب جيم. يعني مثلا واحد بيلعب جيم لازم ياخد فيتامين سي، وبرده الانسان العادي لازم ياخد فيتامين سي لانه بيعلي المناعه وهو بيحاجب طبعا البكت زي ما انتم عارفين، وكويس جدا لتعزيز هرمون التستوستيرون الحر في الدم. فده بالنسبه لي انا كواحد كلاعب جيم محتاجه جدا. دي حاجه. النقطه الثانيه لازم الزنك. الزنك طبعا يا كريم انت عارف من اهم المعادن ان الجسم محتاجها عشان بيعلي المناعه، وفي نفس الوقت معظم الاطباء الفتره الاخيره قالوا ده من اهم الفيتامينات اللي بتحارب او بتعزز مناعتك ان ما يجلكش كورونا لا قدر الله. فالزنك مهم جدا. لازم يا جماعه مش اقل من 2 او 3 لتر ميه في اليوم. طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، فطبعا شرب الميه بتاعنا بيقل. لا بالظبط، اقول لكم بس معلومه بسيطه، ان بالعكس فصل الشتاء اهم من فصل الصيف شرب الميه. ليه؟ عشان تعادل حراره جسمك بالجو. لا قدر الله احنا داخلين على فصل اللي هو كله حالات البرد والكلام دوت، فمش عايزين نخش في اشتباه بينه وبين اي مرض تاني. فاحنا نحافظ على شرب الميه كويس جدا، فيتامين سي، الزنك، ابعد على قد ما اقدر وابعد على اولادي، لان احنا عارفين ان احنا في موسم المدارس الجانج فود طبعا. بالظبط المقليات طبعًا. الهمبرجر طبعًا. البطاطس طبعًا. صدقني كريم دي الحاجات دي بتقلل المناعه بل بتدمرها، فلازم نحافظ على الاكل الهيلسي. لازم اجاوب على نصيحه برضو ان انا ما احرمش جسمي من الاكل اكتر من ساعتين ثلاثه. يعني ايه؟ لازم كل ثلاث ساعات اكل وجبه، ومش قصدي وجبه يا جماعه تكون وجبه متكامله، لا انا ممكن اكل وجبه سيمبل خالص بس فيها كل العناصر وكل الفيتامينات وكل المعادن اللي انا عايزها. دي هتحميني من تخزين جسمي للدهون الثلاثيه. الناس اللي بتقول يا جماعه لا ده انا ما باكلش الا وجبتين في اليوم وبزيد، انت لازم غصب عنك هتزيد لان جسمك هيخزن دهون. فنصيحتي لهم برده ان هم كل لازم ساعتين ثلاثه ياخدوا وجبه. سمكه الفاكهه طبعا مهمه جدا، الموز عشان البوتاسيوم، التفاح عشان الحديد، الحاجات دي كلها، الجوافه طبعا عشان فيتامين سي، الكيوي عشان فيتامين سي، الحاجات دي مهمه جدا في فصل الشتاء. على ذكر برضو الفيتامينز والمينرالز والنوع ده من الامور، برضو عشان الحوار ده دار قبل كده كذا مره بيني وبين كابتن محمود فوكس، بس عشان الفايده تعم على كل الناس وخصوصا اللي زي حالتي مش فاهم قوي او مش عارف قوي، فبالتالي بيسيب ودنه لناس ممكن تبقى مش فاهمه وبتنصح. فالواي بروتين تمام. في ناس بتقول ان ما ينفعش تاخد واي بروتين غير لو انت بتروح الجيم تقتل نفسك فيه بالمعنى الحرفي، والا هيترسب في الكبد. ده موروث عند ناس كتير من الغير رياضيين. الى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ وهل هو امن ان هو ناخده سواء بنروح جيم او ما بناخدوش؟ يعني هل ممكن نعامله معامله المكمل الغذائي ولا ده ليه وضع خاص؟ بص انا اقول لحضرتك يعني رايي الشخصي في الموضوع دوت. انا الف به جيم لو انت عايز تبلق عضلات او تعمل جسم كويس. قدامك حاجتين، تتمرن كويس من 4 لـ5 ايام في الاسبوع. ثانيا تاكل كل 3 ساعات وجبه، تزود في البروتين، نسبه البروتين، وتزود في نسبه الكربوهيدرات لان دي اللي بتخزن البروتين داخل العضل تمام، وبتديك طبعا طاقه ممتده المفعول. كريم بيقول لي هنا البروتين، الواي بروتين يا جماعه يعني ما انصحش حد يستخدمه الا بين قوسين بقى، الا الناس اللي مثلا حد بيدخل بطولات، ده لازم يحافظ على شيب معين، لازم يدخل نسبه بروتين اعلى من الانسان الطبيعي. لان احنا عارفين يا كريم الانسان الطبيعي ليه نسبه بروتين، الانسان الرياضي ليه نسبه بروتين، والانسان اللي هو بيخش بطولات زي بيج رامي والناس دي ليهم نسبه بروتين ثالثه خالص. فده لازم يكمل ال نسبه البروتين دي من الاكل بنسبه خارجيه اللي هي الواي بروتين. طيب ده بالنسبه للمحترفين بالزبط. الناس بقى اللي مش محترفين، لا الناس اللي مش محترفين يا جماعه انا انصحك انت تتمرن كويس وتاخد البروتين بتاعك بعد ما بتحسب نسبته تاخدها من الاكل
انت عندك بسم الله ما شاء الله اكل كتير، عندك اللحمه، عندك الفراخ، عندك السمك، عندك التونه، عندك البيض، عندك الشوفان. واللي مش قادر ياكل الكلام ده كله او ما عندوش شهيه للكلام ده كله يرجع لدكتور، والدكتور ممكن ينصحه انه ياخد مكمل غذائي، ومنهم طبعا البروتين، وهو مش مش مش, مش غير امن خالص، لا بالعكس ده امن، مفيش مشكله بالنسبه له، بيبقى بديل السمك والبيض واللحم، بس بيبقى مكمل مش اساسي، ان في كريم في غلط هنا، الناس بتاخده كحاجه اساسيه وما بتاكلش، يبقى انت كده مش شبه حاجه، ده مكمل، ولازم له شرب ميه كتير برضه. اكيد طبعا برضو. اكيد اكيد طبعا زي الفل. احنا مش قادر اقول لك مش بس استمتعنا بوجودك، كمان استفدنا، وده الاهم، وده يخليني اكد عليك مره ثانيه وتوعدنا ان شاء الله لازم تكون معانا بصفه دوريه، عشان اكيد اكيد في فايده كبيره جدا من اللي احنا يعني سمعناه وشفناه. نورت الدنيا النهارده كابتن محمود فوزي، مدير جيم الرجال في النادي الاهلي فرع الجزيره، وان شاء الله نسعد ونتشرف بوجوده معانا مرات ومرات. هستاذنكم نطلع فاصل ثم عوده لاستكمال بقيه فقراتنا، اتفضل. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، اهلا بكم في اخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا عندنا مباراه في منتهى الاهميه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله امام فريق الزمالك، اكيد عايزين نتكلم بقى عن المباراه دي وعن التوقعات المتعلقه بها، ولكن الامر برضو لن يخلو من ان احنا نطل طله، نبص بصه على الماتشين اللي فاتوا ونشوف بقى اللي جاي هيحصل فيه ايه. كل الكلام ده هيحصل مع كابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا في حلقه النهارده. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الله يخليك، كله تمام. صباح الخير على المشاهدين كلهم والمصريين. يا صباح الفل. طيب نبتدي باللي فات عشان نوصل للي جاي. كيف رايت مباراتي الاسماعيلي والبنك الاهلي؟ مباراه الاسماعيلي اولا واحده من المباريات الحلوه جدا للنادي الاهلي صحيح. في بدايه الموسم يعني لعبا ونتيجه صحيح، نتيجه كبيره طبعا. اربعه بتكسب الاسماعيلي اربعه، واداء هايل واداء طبعا رائع، فاكتملت فيها الصوره صحيح. اللي الناس نفسها تشوفها على طول صحيح. لكن مش كل المباريات بتمشي بنفس الوتيره يعني، هو كان مستر موسيماني لعب في المباراه ديت باسلوب جديد او بطريقه جديده يعني اللي هي 3 4 3، وابتدى بكمان باثنين نجوم من الصفقات الجديده اللي جت اللي هم بيرسي تاو طبعا وميكسون، وبيرسي تاو تحديدا عمل شغل نار، عمل شغل هايل وجاب جونين حلوين. انا اول مره كنت اتفرج عليه أوكي. انا شفت مكسوني طبعا مع سيمبا، وشفته في مباريات قبل كده شاركه على فترات جاب جونين حلوين، كان مفاجئ للكل فعلا جاب صحيح. جونين حلوين قوي كان بيلعب باستمتاع، بالذات لما جاب الاجوان خد ثقه كمان طبعا. وفي جون منهم جه بدري، فخد ثقه الناس بسرعه يعني صحيح. ومكسوني برضو قدم مباراه كويسه، واحمد عبد القادر كمان لما نزل جاب جون وعمل مباراه كويسه، فالصفقات الجديده بان انها اضافات جيده يعني الفتره الجايه مع الفرقه وكده، فهو لعب بالاسلوب ده اللي هو او الطريقه دي اللي هي 3 4 3. الطريقه كانت نالت استحسان الكل، وقلنا هنشوفها تاني في البنك الاهلي، ما حصلش. لا هو خلي بالك كل فرقه في الدنيا بيبقى ليها طريقه اساسيه وطريق وطرق فرعيه. الطريقه الاساسيه بيبقى خلاص هو المدير الفني مثلا هي دي الطريقه اللي بيلعب بيها في معظم الماتشات، سواء هو كان قاعد فتره طويله او حتى لما لسه بيكون جاي بيبقى ليه اسلوب او طريقه عايز يلعب بيها. فهي في معظم الفتره اللي فاتت كنا بنلعب ب 4 2 3 1 صحيح. هو جه في المباراه دي ولعب 3 4 3 ونجحت، لكن مش معنى كده ان لازم كل مباراه تنجح بنفس الشكل، لانك فيها اختلافات شويه في تحركات اللعيبه عن طريقه 4 2 3 1. هو برضو ابتدى بنفس الشكل في مباراه البنك الاهلي، ابتدى ب 3 4 3، بس هو كان تغيير وحيد بس، ديانج كان طبعا ما بيلعبش، فلعب اكرم توفيق في وسط الملعب جنب عمرو السوليه، ولعب محمد هاني باك يمين، يعني هو لعب بنفس الطريقه 3 4 3 البداية. في الشوط الاول، الشوط الاولاني ما عملتش شغل زي ما عملت في ماتش الاسماعيلي تاني، لانه نرجع لنفس النقطة لانه مش كل مباراة احداثها بتمشي زي الثانية. هو مفهوم يا كابتن عرابي ان لكل مقام مقال، تعالى نقول نسميها كده، لكن على الاقل بيكون في حد ادنى لازم يكون مرتفع شوية من جودة الاداء. طبعا دي حقيقة، دي حقيقة. الشوط الاولاني ما كانش حلو فعلا، بس انا بقول لك الاختلاف في ايه. مباراة الاسماعيلي اولا الاهداف جت بدري يعني اول ربع ساعه وبعديها خمس دقائق يعني في لغايه الدقيقه 23 كنا جايبين جونين. الاسماعيلي اساسا لعبه مفتوح قوي. الاسماعيلي بيمر برده بحاله ظروف معينه
فاللعب كان مفتوح بدرجه كبيره جدا، فالمساحات ادت حريه لعيبه النادي الاهلي ان يلعبوا بانطلاقه والهدفين كمان سهلوا المباراه كتير. لما تجيب جونين في اول ثلث ساعه بتسهل المباراه كتير. لا ويبقى لهم انعكاس كمان النفسي على الفريق المنافس. مظبوط صحيح. فقدرنا نجيب جونين تانيين وكان ممكن نزود كمان الحصيله. في مباراه البنك الاهلي كان متوقع انه خالد جلال مدير فني البنك الاهلي بعد ما شاف مباراه الاسماعيلي اكيد مش هيفتح خطوطه زي ماتش الاسماعيلي. وقد كان عمل تكتلات دفاعيه يعني صحيح. كان بيلعب بتكتلات كتيره لدرجه ان هو لعب برده بثلاثه في العمق في الدفاع، ما لعبش باثنين يعني يعني برده لعب يعتبر يعني يعتبر 3-6-1 كمان. ما ابتداش يهجم الا غير في الثلث ساعه الاخيره اللي هو عمل خطوره فيها على النادي الاهلي. صحيح. يعني هي دي الفتره اللي النادي الاهلي الديفنس ارتبك فيها وضغطنا، ورغم ان احنا اضعنا فرص لكن كان ممكن برضو هم اضعوا برضو فرصه او فرصتين كان ممكن يحصل تعادل يعني. فالمباراه ابتدت كده، فالمساحات ما كانتش مفتوحه بالدرجه الكبيره زي ماتش الاسماعيلي، مع كمان انه في بعض اللاعبين اللي كانوا في مستوى عالي على المستوى الفردي يعني في مباراه الاسماعيلي كانوا اقل كتير في مباراه بما فيهم بيرستاو نفسه صحيح. بس انا قلت لك بيرستاو ممكن يكون المساحات لما اتقفلت عليه ومفيش مسانده كبيره من الناس اللي تحت حصل انه ما ظهرش بالصوره الكبيره زي مباراه الاسماعيلي، لانه الطريقه ديت بتتطلب ان الباكين يبقوا مهاجمين على طول زي الاجنحه يعني بيبقوا طالعين لقدام قوي. علي معلول وكان هاني في الشوط الاولاني بعد كده اكرم توفيق كمل. كمان الاثنين الارتكاز اللي هم في الشوط الاولاني كان اكرم وعمرو ما كانوش قادرين يظبطوا التكمله الهجوميه والسيطره على وسط الملعب بالطريقه اللي كانت موجوده في ماتش قفشه. كان مايل جمل كتير ما كملتش قفشه كان مايل ناحيه اليمين وميكسوني ناحيه الشمال وبيرستاو قدام، فبيرستاو كان منعزل شويه ما كانش فيه زياده عدديه من اللاعبين للمسانده داخل ال 18. فهو لما لقى التكتل كده ابتدى يرجع للطريقه الطبيعيه بتاعته اللي هي 4-2-3-1 بنزول محمد شريف. نزل محمد شريف بعد حوالي 5 أو 6 دقايق من الشوط الثاني ورجعنا لطريقه 4-2-3-1 اللي هو اخرج هاني ولعب اكرم توفيق باك يمين وطلع حمدي فتحي من الثلاثي اللي هم في العمق، طلعوا لقدام مع عمرو السليه ودخل مجدي قفشه لتحت راس الحربه. رجع للاسلوب اللي هو 4-2-3-1 باكرم توفيق بنون ايمن اشرف معلول. الاسلوب ده حمدي الاسلوب ده اتكرر كتير لدرجه انه ابتدى يبقى محفوظ يعني لينا ولكل الفرق اللي بتلعبنا. هل ده معناه ان دي الطريقه الاريح من وجهه نظر او الاضمن او الامن من وجهه نظر المدرب، ولا دي الطريقه اللي من وجهه نظره برضو شايف انه يقدر يستغل من خلالها قدرات وامكانيات كل لاعب في مركزه؟ هي دلوقتي الطريقه دي حتى من قبل موسيماني ما يجي النادي الاهلي بيلعب بيها في اخر 3 4 سنين أو 5 سنين من ايام فايلر وقبليه يعني المدربين اللي سبقوه كنا بنلعب. ده يدعم السؤال ليه؟ ما هو لانه انت الطريقه كل مدرب بيبقى ليه طريقه هو بيلعبها، حتى لو راح على فرقه وشاف العناصر برضه هو بيفرض اسلوبه حتى لو هي مغايره لامكانيات الفرديه للعيبه، وفي مدرب بيروح يعمل طريقه على الامكانيات اللي موجوده عنده. هو مش المفروض اصلا ان المدرب ده يفاجئنا كجمهور نادي والفرقه المنافسه بانه كل مش هقول لك كل ماتش يعني، بس على الاقل كل كام ماتش بيغير الخطه لدرجه انه يبقى مش متوقع بالنسبه للمنافسين. انت بتتكلم في الخطه. هي في فرق بين الطريقه والخطه. الطريقه بنتكلم عن الخطه لا سيبك من الطريقه، الخطه الطريقه اساسيه يعني ايه؟ لانها الطريقه ما بتتغيرش كل يوم، يعني مثلا واحد بيلعب ب 4-2-3-1 هتلاقيه في معظم ماتشاته بيلعب 4-2-3-1، وفي فرق بتلعب بيها الموسم كله. مثلا في واحد بيلعب 4-3-3 بتلاقيه بيلعب على طول 4-3-3، في واحد بيلعب 3-5-2 بيلعب على طول 3-5-2. ولكن احيانا بيغير في الطريقه في بعض المباريات. فرقه مثلا عايز يدافع عنها يدافع عليها شويه، فرقه عايز يهاجمها اكتر، فرقه كل واحد بيغير الاسلوب حسب
الظروف في المباراه، لكن في طريقه اساسيه، لكن الخطه حتى لو الطريقه واحده مثلا 4-2-3-1 الخطه بقى هي دي اللي بيحصل فيها التغييرات اللي انت بتقول عليه بقى، اللي هو بيحصل فيها تغيرات في حاجات معينه. مثلا خطط اللي بتحصل في ضربات الثابته زي الكورنرز والفاول، ممكن جدا اعمل كورنر او فاول ما عملتوش قبل كده، افاجئ بفرقه جمله جديده، جمله جديده، تحرك صحيح لحد معين، مثلا بيرسي تاو مثلا بيلعب في راس الحربه، اوديه مثلا للطرف وادخل اللي هو الطرف اللي هو زي مجدي قفشه او بيكسوني لما بيلعب في 3-4-3 للداخل كراس حربه. هي دي بقى التحركات، هي دي اللي ممكن بغير احيانا في بعض جزئيات فيها في بعض المباريات، لكن الشك الطريقه الاساسيه بتبقى ثابته. اصل كمان اللي يساعد على كده كابتن اسامه يعني ان انت عندك لعيبه متميزه في اكتر من مركز. مظبوط، يعني ممكن تعمل فيهم روتيشن زي ما انت عايز. ما هو ده اللي حصل، ان هو الشوط الثاني حمدي فتحي كان بيلعب في الخلف مع بنون وايمن اشرف، حصل انه فرقه البنك الاهلي ما بتهاجمش كتير، فهم الثلاثه كانوا بيقفوا على مهاجم واحد، كانوا عطلانين فهو راح مطلع مقدم حمدي فتحي لوسط الملعب ونزل شريف ودخل مجدي قفشه للمنطقه اللي مجدي قفشه بيرتاح فيها اكتر، اللي هي في العمق ورا راس الحربه، لانه بيتحرك يمين وشمال وبينزل يستلم من تحت وبيلاعب الفرقه وبيكمل على الجون، يعني دي بتدي له حريه اكتر، لما بيروح على الاجناب شويه بتتحدى حريته. احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن اللي فات، تعال بقى نتكلم على اللي جاي، واللي جاي مش هين ومش سهل، ولقاء القمه اللي كالعاده بيبقى له حساباته الخاصه وفي دايما مساحه كافيه لاي مفاجآت. طبعا شايف الماتش ده هيمشي ازاي، وخصوصا ان احنا يعني تعال نقول ان بشكل عام بيتسو موسيماني مدرب هجومي الى حد كبير، في الوقت اللي مدرب الزمالك فيه قد يلجا لتكتلات دفاعيه معهوده الى حد كبير في طريقتهم في اللعب، ففكرك الدنيا هتمشي ازاي في الماتش؟ مظبوط، هو بدايه انا سريعا هقول على نادي الزمالك وبعدين هرجع لل هو فعلا مستر كارتيرون في معظم ماتشات اللعيبه قدام الاهلي وفي معظم ماتشاته حتى مع بطولة افريقيا او حتى في الدوري المصري رغم قوه الزمالك بالنسبه للمنافسين الاخرين بس بيميل للدفاع، لكن هو بيميل للتحفظ شويه، يعني مش من مش المدربين اللي ما بياخدش المبادره بالهجوم على طول. وانا اعتقد هيستمر على هذا الاسلوب، حتى هو ده بقى اللي انا بقوله لك في الخطه، ان هو بيلعب بشكل معين، هو بيلعب 4-2-3-1، لكن زي ما انت زي الخطه بقى ايه، انه ممكن يخليهم متاخرين شويه، ممكن شويه يقول لهم نضغط من قدام، ممكن بيغير مثلا زيزو يدخله للعمق يودي مثلا اوباما على الطرف او مصطفى فتحي اذا كان بيلعب في الجناح، هو هي دي الحاجات اللي بيناور بيها، لكنه تملي مايل للتحفظ. نيجي بقى للنادي الاهلي، النادي الاهلي مستر موسيماني قلنا لعب بطريقتين في الماتشين اللي فاتوا، هل هيستمر ب 3-4-3 ولا هيرجع للطريقه التقليديه اللي هو بيلعب بيها كل الماتشات 4-2-3-1؟ دي اول تساؤل. تمام، وانا يعني اميل انه ممكن يلعب 4-2-3-1، يرجع للاسلوب العادي الطبيعي، لانه برضو وجود شريف وقفشه وراه مهم، يعني رغم تألق ميكسوني ورغم بيرستاو ورغم ان ميكسوني لعيب جيد ورغم ان عنده عناصر كتيره، ولكن الاثنين دولت بيعملوا خطوره في كل واحد في مكانه وبيدوا قوه هجوميه للنادي الاهلي طبيعي. بس انت عندك برضه في المقابل انت عندك وينجين الزمالك سواء بن شرقي ولا زيزو يعتبروا برضه من اهم الاسلحه عند فريق النادي الزمالك. مظبوط، فهل تعتقد ان موسيماني هيلعب عليهم مان تو مان؟ لا، هو ما بيلعبش، مش هيلعب مان تو مان، لانه يعني اسلوب المان تو مان قوي ده في الكره الحديثه ما بقاش موجود زي زمان. يعني زمان كان اللي هي المان تو مان دي او رجل لرجل كان بيبقى ممكن تلاصق واحد في اي تحرك بيه في الملعب، يعني يروح ناحيه اليمين ناحيه الشمال. دلوقتي حتى دوليا ده بيحصل مع كريستيانو رونالدو، بيحصل مع ميسي ومع محمد صلاح، يعني اللعيبه اللي في منهم او في من وراهم قلق بيوظفوا له حد قاعد زي ظله. مظبوط، بس في المناطق اللي بيلعب فيها، يعني ما بيجوش مثلا محمد صلاح بيلعب في الجناح اليمين، بيلعب عليه واحد في المنطقه بتاعته ديت، بيلعب عليه ومراقبه مثلا، ما بيهاجمش كتير، لكن لو محمد صلاح مثلا راح في الجناح الشمال الناحيه الثانيه مش هيروح وراه، لا بيبقى بس اللي هناك هيروح. ايوه، اللي في الشمال وقتها هيروح. عشان كده ما بقاش فيه اللي هو الرجل طوال ال 90 دقيقه انه هو فرد
يفضل مع واحد طول. لكن هي بتبقى الفرد ده ممكن يتغير بتغير المهاجم. بتبقى خليط بين المان تو مان او الرجل للرجل ودفاع المنطقه اسمها. أوكي. يعني كل واحد بيدافع في المنطقه اللي هو متواجد فيها. تمام. فهي بتبقى كده يعني ممكن اتحفظ اعمل شكل مثلا الهاف مع المهاجم مع الباك ما يهاجموش قوي لو محمد صلاح في الحته دي عشان يقفلوا عليه او كريستيانو او ميسي او هكذا برضو. فانا برضو نفس الاسلوب. عشان كده انا بقول ممكن مستر موسيماني يلعب باتنين اجنحه يعرفوا يدافعوا عشان يساعدوا معلول واكرم توفيق او محمد داني اللي هيلعب اللي انت النقطه اللي بتتكلم فيها انت اللي هي عشان زيزو وبن شرقي وهم نفس الشيء. ممكن يلعب مثلا شحات وحد تاني ناحيه الشمال بيعرف يهاجم ويدافع يعني مثلا. يعني معنى كلامك انه مش بالضروره معنى كده انه مش بالضروره ان موسيماني هيبتدي لقاء الزمالك من حيث انتهى على صعيد التشكيل في البنك الاهلي. ممكن نتفاجئ بتغييرات. جايز. okay. بس مش هتبقى كبيره. يعني لانك انت القوام الاساسي ثابت. في قوام اساسي. okay. مش هيقدر يلعب فيه كتير. لكن هو ممكن يحصل تغييره في واحد في اتنين على الاكتر لكن مش هيبقى تغييره مثلا في خمسه سته. يعني مش وانت عندك برضو دكه مش سهله. ما هو الدكه قاعده مستنيه. ما هو ده كويس بقى. يعني الميزه اللي جت من صفقات الاهلي الجديده ان الدكه بقت قويه. طبعا لما يلعب مثلا بيرسيتاو ومكسوني وقفشه في الاول في مباراه البنك الاهلي او الاسماعيلي قاعد شريف بره قاعد الشحات بره قاعد كهربا بره قاعد يعني ناس كتيره جدا. انا بتكلم في الناحيه الهجوميه كلهم اسماء تقيله. طبعا كلهم اسماء تقيله. حسام حسن مش عارف مين في عناصر عندك. لما بيبدا فلان لو مثلا ابتدى شريف وما بيلعبش مع بيرسيتاو وبيرسيتاو قاعد بره ممكن هما الاثنين يبتدوا مع بعض وده متوقع في الماتش ده يعني. متوقع في الماتش الجاي. أوكي. فهي الفكره انك ازاي تستعمل مناطق القوه بتاعتك وفي الناحيه الهجوميه وازاي برضو في النواحي الدفاعيه تقلل الخطوره اللي عليك. ودي فلسفه الكوره عامه يعني ان انت لما تكون معاك الكوره عايز تهاجم وتعمل فرص ومساحات وتجيب اجوان ولما تيجي تدافع انك تقلل الخطوره اللي عليك وانك ما يجيش فيك اهداف لان في النتيجه في نتيجه النهايه في نتيجه. فهو دي بقى الشغل اللي هيبقى موجود. هم زمالك هتلاقيه قلقان من علي معلول قلقان من قفشه قلقان من اكرم او هاني لو لعب على الطرف قلقان من شريف او بيرسيتاو. فهو برده عامل حسابه على اللعيبه دي. ففي المقابل حتى احيانا كان مستر كابترون زيزو مثلا معظم ماتشاته بيلعب ناحيه اليمين اللي هي شمالنا احنا ناحيه اليمين كان ساعات بيلعب ناحيه الشمال فيجيبه هو ناحيه علي معلول. أوكي. يعني بيجيبه عشان بيقدر يدافع اكتر من بن شرقي. يعني احيانا بيلاعب زيزو مع الظهير اللي ناحيه اليمين ويرجعه لورا شويه عشان عارفين خطوره علي معلول. فهي مناوره بين المدرب ده والمدرب ده ومين بقى اللي ينجح ومين اللي توفيق معاه. يعني دي برضه يعني مهمه. يعني نقدر نقول ان هي مباراه تكتيكيه يعني او لقاء قمه بين اثنين مدربين اكتر ما هو لقاء قمه بين فرقتين مش كده برضه؟ لا الاثنين مع بعض. مع بعض. مع انك انت المدرب مهما خطط ومهما فكر ومهما عمل في ادوات بتنفذ له. طبعا. ما هو انا ويا تعرف تنفذ المطلوب. طبعا. يا لا. ما هو دي برضه المسؤوليه. يعني اول ما انت انت بتمرن طول السنه وبتحط خطط وبتعمل وكلام ده بتيجي في وقت اللاعب نزل الملعب المسؤوليه الاكبر بقت على اللاعب ما بقتش على المدرب. في طبعا مسؤوليه على المدرب ولكن بقت المسؤوليه الاكبر على اللاعب. طيب خلينا بعد اذن حضرتك نوقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل كلام ده. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه. عوده لكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. طبعا احنا الى حد كبير يتقال علينا ان احنا فصصنا ماتش الاهلي والزمالك والتوقعات المرتبطه بيه الفتره الجايه. عايز برضو اسال حضرتك على حاجه بعيدا بقى عن لقاء القمه. فكره ان احنا كلنا ساعدنا من كام يوم بترشيح محمد الشناوي للحصول على جائزه ولقب احسن حارس مرمى في العالم وجوده في قائمه بتضم 19 20 اسم من اهم واتقل اسماء حراس المرمى في العالم ده من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه بيتسو موسيماني نفسه وترشيحه برضه لجائزه المدرب الافضل في العالم. يعني شفت الموضوع ده ازاي؟ لا هو مجرد الترشيح شرف اكيد. يعني مجرد ما اسم حد بيتحط سواء كلاعب او مدرب انه ضمن الناس اللي ممكن تختار فده لوحده خلاص دي لا ويبين ثقه للنادي الاهلي. طبعا طبعا اكيد. طبعا. ما هو لو مش بسهوله لو هو مش في الاهلي. طبعا. ما هو لو مش محقق الانجازات دي كلها. طبعا.
ما كانش هيبقى في القايمه دي اصلا، مش هيبقى في القايمه صحيح. دي فطبيعي يعني هو في جزء كبير انه هو مرتبط بالنادي الاهلي، في جزء طبعا على اللاعب او المدرب او طبعًا. كذا او الشخصيه طبعًا. نفسها يعني. فطبعا مجرد الترشيح ده شرف كبير جدا، نتمنى طبعا حد فيهم يحصل على اللقب، وان كانت طبعا ما فيش شك ان هي هتبقى صعبه شويه، لانه في حاجات بتبقى مقارنات يعني تصنيفات، لا مش ظلمه، في تصنيفات معينه، مثلا الدوري الاوروبي غير الدوري المصري، بطوله اوروبا غير بطوله افريقيا، حد مثلا عمل انجازات على مستوى كبير مع منتخباتهم فدي برضو ليها حسابات معينه، لكن مجرد الترشيح نفسه طبعا حاجة مهمة جدا وشرف يعني. على ذكر المنتخبات، ما تيجي كده برضو نربط ما بين لقاء القمة وبين المنتخب وبين كيروش، يعني هل لقاء القمة برضو هيبقى كيروش قاعد يتفرج يعني مستغرق في المتابعة، عشان ده ممكن يغير له حسابات معينة في تشكيلة كانت في دماغه؟ طبعا بص، أنا زي ما قلت لك كل مدرب بيجي بيبقى عنده تصور، وكل ما هيشتغل ويفضل متابع اللعيبة التصورات اللي عنده دي ممكن بيحصل فيها تغييرات، ده طبيعي يعني. أنا لو وأنا بعيد ومش عارف الكرة المصرية قوي بيبقى ليا حسابات معينة وتفكير معين، لما أجي بقى أتعايش وأعيش وأشوف الماتشات وأتابع اللعيبة معايا في الملعب، دي بتديني انطباعات تانية وتغيير في تفكير حاجات في انطباعي عن لاعب. صحيح. في انطباعي عن لاعب كنت بلعبه ولقيت ان هو مش مفيد قوي، ممكن يبقى لاعب تاكيد للانطباع او نفي ليه. ايوه. صحيح. او في لاعب مثلا انا ما كنتش واخده، لا ده المفروض ده كويس، ده المفروض، لانه المعايشه بتاعته في الدوري او في مصر يعني في البلد نفسها، وشايف اللعيبه بيتابعها على طول، غير الانطباع الاولاني اللي كان عنده من شهرين مثلا قبل ما يجي مصر يعني. اوكي. مهما شاف فيديوهات، مهما لا شاف، طبعا غير المعايشه الفعليه. عندك حق مليون في المية. فمفيش شك طبعا ماتش الاهلي والزمالك ده زي ما تقول ريال مدريد بيلعب برشلونه في طبعًا. اسبانيا يعني ماتش ديربي، واهم ماتش اكيد الناس مفهماه كده وهو فاهم كده، اكيد هيتابع باهتمام ويشوف يعني حاله اللعيبه ايه عشان يطمن عليه كده يعني. طب في ضوء اللي حضرتك لمسته بنفسك او شفته بنفسك من كيروش، هل مطمن لماتشين الماتشين الجايين انجولا والجابون؟ لا بص، هو ما فيش شك ان الراجل عنده سي في قوي جدا، لكن ما اقدرش اقول على تقييم نهائي لغير بعد فتره، بعد مرحله. ما فيش شك الانطباع الاولاني في مباراتين ليبيا انطباع كويس، وكسبنا الماتشين ودول ادوا له ثقه مع الناس. بس فاجئ الناس منقوصه شويه، ما هو طبيعي منقوصه شويه، ما طبيعي. من منطلق طبعا مع كل الاحترام للفريق الليبي بالمنتخب ليبيا، لكن هو في فرق ثانيه اقوى منه بكتير. ما طبعا، ما هو انا عشان كده بقول لك التجربه مش هيتحكم عليها دلوقتي، هيتحكم عليها بعد فتره، بعد فتره اكتر بعد شوط كده يتقطع مع يعني حتى مش مباراه انجولا والجابون بس، لانك انت بعد ماتشين ليبيا انت يعتبر ان شاء الله وصلت يعني، يعتبر انت ناقص لك ماتش واحد وتكسب وخلاص، وكمان ده كمان متوقف على نتائج الاخرين بس يعني، هتدخل على التقيل بقى والمعمعة. هي دي بقى النقطه اللي هتبقى من الحاجات الفارقه شويه. لو طلعنا من نتمنى يعني، احنا المفروض الطبيعي انك انت طالما عايز تروح كاس عالم هتلعب اي فرقه، ده طبيعي يعني. زي ما النادي الاهلي عايز ياخد دوري بيلعب اي فرقه، بيلعب في افريقيا عايز ياخد يلعب اي فرقه لانه بطل، طبيعي انك انت تتمنى انك انت توصل كاس عالم على اي فرقه، ولكن في مستويات برضه. فاحنا نتمنى ان احنا نطلع من الخمسه الاوائل اللي هم التصنيف الخمسه، عشان نبعد عن القوه الكبيره قوي يعني، زي الجزائر زي السنغال. صحيح. الماتشات دي هتبقى تقيله شويه. تونس، مش معنى كده ان احنا ما عندناش فرص لو لعبنا الفرق دي، لا فرصتنا كبيره لانك انت مصر، ولكن لما تلعب فرق اقل في المستوى زي بنين ولا تنزانيا ولا كونغو ولا كده، غير ما تلعب الجزائر السنغال بنجومها الكبار يعني. عموما هنرجع ونقول ربنا يصلح الحال، وبنتمنى التوفيق الحقيقه للمنتخبنا اكيد في المقام الاول، وطبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في لقاء القمه ان شاء الله يوم الجمعه القادم. يا رب ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الاحد. نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، واكيد بنشكر ضيفنا اللي نورنا كابتن اسامه عرابي، ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا. نشوفكم على خير وصباح الفل عليكم جميعا. اتفضل.